يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض المساجد زخارف حيث يضعون لفظ الجلالة الله عن يمين المحراب وكلمة محمد عن شمال أو عن يسار المحراب، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا تسوية للرسول مع الله جل وعلا. ولا بعضهم يجعل يا الله يا محمد، وبعضهم يجعل الله محمد، وكل هذا لا يجوز. الكتابة في المسجد أصلا لا تجوز، لا الآيات القرآنية ولا غيرها، ليكون المسجد لا يشغل المصلين، ولا يكون فيه زخارف، ولا يكون فيه مناظر. لم يبنى لهذا، مسجد بيت عبادة، لم يبنى للمناظر والمباهات هذا في المتاحف. اللي يبي هذه الأمور يروح للمتاحف، من المساجد فهي بيوت العبادة، بيوت الطاعة، ولا يكون فيها شيء من هذه الأمور. وكتابة الله لفظ الجلالة في جانب من المحراب وفي الجانب الثاني مساويا لله اسم الرسول، هذا لا يجوز. وهذا صدرت فيه فتاوى من دار الإفتاء بإزالته، لا يجوز هذا. نعم.